بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين، إلى أن قال: وعن ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه أحمد ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله: باب ما جاء، الباب الثاني، باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين. كما هو معلوم، هذا الباب الثاني من أبواب كتاب النذر فيما عقده المصنف رحمه الله صاحب المنتقى المجد بن تيمية. وقلنا في الجلسة الماضية إن النذر مأخوذ من النذارة، وهي التخويف، بل قالوا إن الإنذار لا يكون إلا بالتخويف، فكأن الاسم أخذ من باب الترهيب لأهمية النذر وعظم شأنه، وأنه لا ينبغي التهاون فيه، سواء من حيث ابتداؤه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء بالنذر، لكن إذا نذر الإنسان فإنه يجب أن يوفي، والموفون بالنذر ممدوحون، الموفون بالنذر ممدوحون. ومر معنا شيء من ذلك، وقلنا إن النذر من حيث المراد به فقها واصطلاحا هو إلزام المكلف المختار طبعا نفسه لله تعالى بالقول ما لا يلزمه شرعا، وهو طبعا الغالب أنه ينذر قربة، يتقرب الله عز وجل، ينذر لله عز وجل أن يقدم قربة هي لم تكن لازمة عليه شرعا. هذا هو نذر، كان يقول لله علي أن أتصدق، أو لله علي أن أصوم، أو أن أحج، أو أن أقرأ
جزءا من القرآن أو كذا آية من القرآن أو نقرأ القرآن كله أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة والطاعات. وقلنا إن النذر فيما فصل الفقهاء رحمهم الله هناك نذر مطلق وهو أن يقول لله علي ولم يحدد فيحدد ولم يسمي يعني ما يريد أن يعني يخرجه لله سواء عبادة بدنية أو عبادة مالية. ونذر آخر سماه العلماء نذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يقصد به تأكيد ما فعله أو ما سوف يفعله أو نفي ما يريد نفيه أو تكذيب ما يريد تكذيبه أو تصديق ما يريد تصديقه ونحو ذلك أو يعني تأكيد كان يقول لله علي إن كان هذا قد حصل أن أتصدق بكذا وكذا أو أن يقول لله علي إن جاء ابني من غيبته أو إن شفى الله مريضي فأتصدق بكذا وفعل كذا أو أقوم بالعبادة الفلانية أو أصوم شهرا مثلا. هذا يسميه العلماء نذر لجاج بمعنى أنه معلق مشروط إن حصل كذا فسوف أتصدق بكذا أو ستقرب إلى الله بالطاعة الفلانية. هذا يسمونه نذر لجاج وغضب. وأحيانا يسمى نذر مجازاة بمعنى أنه معاوضة وهذا هو الذي أيضا فيه كلام كثير وأشرنا إليه في الجلسة الماضية لكن لعله أيضا في ثنايا الكلام نزيد في هذا. كذلك أيضا نذر مباح يعني ليس قربة وإنما لله أن ألبس الثوب الجديد الفلاني أو أركب السيارة الفلانية أو أركب كذا وكذا أو أن أتي بطريق الجو أو بطريق البر هذه أمور مباحة لكنه ينذرها. قال العلماء عليه أن يفي. وفيه نذر تبرر الذي هو نذر الطاعة من غير شرط كان يقول لله علي أن أحج هذا العام أو لله علي أن آتي بعمرة في رمضان أو لله علي أن أقرأ جزء من القرآن ونحو ذلك. هذا يسميه العلماء نذر تبرر وليس معلقا ولا مشروطا ولا مقابل شيء وإنما ابتداء. ونذر معصية طبعا نسأل الله السلامة كما قال لله أن يشرب خمرا أو أن يزني نسأل الله السلامة أو أن يسرق أو أيضا أو 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 أو, أو أن يأتي بعبادة في غير وقتها كان يقول يصوم العيد أو الحائط تريد أن تصلي لله أن يصلي وهي حائط لا يجوز. هذا كله من أنواع نذر المعصية. والنذر المكروه قال العلماء مثل لو ينذر الطلاق لله علي أن أطلق زوجتي مكروه هذا وينبغي ألا يفي به وإنما يكفر. فالناذر إن أتى بما نذره يكون قد وفى نذره وإن لم يأتي به إما لعجزه أو لفوات وقته أو لأي سبب من الأسباب فإنه يكفر كفارة يمين ومر معنا حديث كثيرا تكلمنا عن من نذر حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل كل هذا ذكرناه في الجلسة الماضية. موضوع اليوم أيضا مر جملة من الحديث وهو الذي عقد له المصنف هذا الباب باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين. وأورد فيه حديث قصة أبي إسرائيل وهو أن
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، فإذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. إذن هو نذر خمسة أشياء، نذر خمسة أشياء، نذر أن يقوم في الشمس، طبعا يظن هذا عبادة طبعا، وأن لا يقعد يعني يكون قائما، وأن لا يستظل بمعنى يقف في الشمس عاري بمعنى أنه لم يضع مظلة، ولا يتكلم صمت، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أن إذن الصوم عبادة وطاعة، أما البقية فليست الطاعات، بمعنى لا يتقرب إلى الله بالصمت ولا يتقرب إلى الله بالقيام وحده، إنما القيام في الصلاة نعم، أو إذا كان طريق العبادة نعم، كما أن المشي ليس قربة إلا إذا كان للحج مثلا أو للمسجد أو نحو ذلك، فإذا كان وسيلة نعم هو عبادة، أما في ذاته ليس عبادة، المشي مباح، لكن المشي للمسجد عبادة، المشي للحج عبادة، المشي بين المشاعر في الحج عبادة، الطواف عبادة وهو مشي، السعي مشي هذا عبادة، أما المشي بمجرده ليس عبادة. كذلك القيام، القيام بذاته ليس عبادة إلا إذا كان في الصلاة مثلا أو في الأشياء التي تكون تؤدى العبادة أو يؤديها العبادة يؤديها المكلف وهو قائم، فهذا فإذا القيام وسيلة أو سبيل أو طريق إلى العبادة. وكذلك الصمت، الصمت ليس عبادة إلا إذا كان يفكر، أو صمت عن محرم، إذا صمت عن محرم أو صمت عن عقيبة نعم هذا قربة، أما مجرد تتقرب بالله بألا تتحدث لا. وكذلك الشمس، تتقرب بالله بالمشقة تجلس في الشمس لا، بينما إذا 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 كانت الشمس في طريق العبادة يثاب عليها، كما الصيام في الصيف أو في الحج تنتقل من عرفة إلى مزدلفة وفي وقت في الشمس، هذا لا تثاب على المشقة هذه، فالمشقة التي في طريق العبادة يثاب عليها، فالصيام في شدة الحر أعظم ثوابا، وأيضا قيام الليل في الشتاء مع شدة البرد أيضا أعظم عبادة. فإذا كانت المشقات في طريق العبادة يثاب عليها، وهذا معنى الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، بمعنى إذا كانت العبادة شاقة، لكن الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمشاق. وسوف يأتي معنى حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، سوف يأتي معنى. والله عز وجل لا يريد أن يعذبنا ولا أن يكلفنا ما لا نطيق، وإنما يكلفنا ما نطيق، وهذا هو الذي ينبغي أن يفقهه المسلم. فالله عز وجل لا يكلفنا بالمشاق ولا نتقرب إليه بالمشاق، وإنما إذا كانت المشقة في العبادة فنعم يثاب عليها. فقال في أبي إسرائيل مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ومر معنا وسوف يتكرر منه ليس على الرجل نذره فيما لا يملك، وإذا لا نذر إلا فيما يبتغى وجه الله إلى آخره. هذا حديث ثابت من الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال أكان فيها وثن من وثن الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث حديث عظيم وفيه أحكام كثيرة، و هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة هذا مكان، بوانة مكان،
واختلف في أي كان، وقيل إنه اسم في لما لأكثر من مكان، لكن الأغلب أنه إما أن يكون جهة يلملم جنوب مكة أو جهة ينبوع، هذا الأغلب. وقيل إنه في الشام بعد، وكما قال إنه موضع بين الشام وديار بكر، لكن أرجح الله أعلم أنه قريب من 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 يعني مكة، فقيل إنه في جهة يلملم على طريق الليث الآن الموجود، بس لا نعرف إذا كان موجود إلى الآن اسمه، لا أدري. وقيل جهة ينبع هضبة، جهة ينبع، وينبع معروفة على البحر، هي شمال جدة، بين المدينة وجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا الأسئلة المهمة، هو أراد أن ينحر إبل، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بالإبل، يذبحها قرب طاعة، تصدق صدقة. ولا شك طبعا يا أخواني أن الذبح من عبادة، والذبح من أعظم ما يتقرب به الله، ذبح الهدي والضحايا سواء كانت من الإبل أم من البقر أم من الغنم، من أعظم القربات، وخاصة في أيام العيد، عيد أضحى. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 من الإبل قربة صدقة، لاحظوا 100 وأيضا هذا عن أهدى أو عن نسائه بقرا، وضحى بكبشين، فالذبح عبادة، ومن أحسن ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وكلما كانت ثمينة وسمينة ونفيسة عند أهلها فهو أفضل. فالإنسان إذا أراد أن يضحي مثلا ينبغي أن يختار ضحية أو أضحية من أحسن الأضاحي، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، و يختار الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وكلما كانت أنفس عند أهلها، إما لسمنها وإما لغلاء ثمنها وإما لطيب لحمها وإما لنوع ذبيحتها، فهذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. فهذا الرجل أراد أن ينحر إبلا، وحدد المكان بوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ طبعا عندنا الوثن والصنم، يبدو أن الوثن أعم من الصنم، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. فالوثن سواء كان يعني غالب الصنم يكون مادي مجسم، أما الوثن فكل ما يعني اتخذه الناس يعني رمزا سواء كان صنما او غير صنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن؟ ولم يقل صنم فقط، وثن سواء كان صنم او غيره، يعني هل فيها شيء يتعلق بالجاهليه؟ قد يكون صنم، قد يكون عيد، قد يكون يعني قبر، قد يكون. اكان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال: أوف بنذرك، مما يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتقرب في مكان يذبح فيه لغير الله أو يتقرب فيه لغير الله. وهذا يدل على عظم صفاء التوحيد وتحقيق التوحيد. ينبغي الإنسان أن تكون عنده حساسية شديدة جدا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. لماذا؟ لأن التوحيد حق الله، وإياك أن يعني أي رائحة شرك أو رائحة مزاحمة لحق الله عز وجل. ولهذا الرياء، الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الرياء فيه نوع صرف حق
من حق الله لغير الله. مثلا حينما تقرأ القرآن، والقرآن لا يكون قربة إلا إذا أردت به وجه الله عز وجل. أما إذا كان يعني تقرأ من أجل أن يقال فلان قارئ، أو تقرأ لأن عندك من يستمع إليك تحسن صوتك من أجلهم، بمعنى كنت تقرأ عادي، فلما دخل هذا الذي يعني لفت نظرك غيرت صوتك وحسنته، وحاولت أن تظهر الشيء على 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 غير ما كان عليه قبل. هذا هو الخوف، هذا هو الرياء. أو تتصدق ليس لله عز وجل، وإنما من أجل أن 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 أن, أن يقال فلان كريم، أو من أجل أن يعلن اسمك في الصحف أو في التلفزيون أو في المكان فلاني، أو أمام الناس لما كان في حفل كبير وفي وجهاء وفي علية القوم، رفعت يدك أو صوتك وقلت أنا سجلوا علي كذا وكذا وكذا، بينما ليس من عادة أن تتصدق. هذا رياء، بمعنى أنك صرفت شيئا من حق الله إلى غير الله. ولهذا العز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إن الله لا 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 الله غني عنا وعن طاعاتنا وعن عباداتنا. لكن أيضا حتى تطمئن شوي، الرياء قلبي، أنا أقول هذا من باب التوضيح، وإلا لا نتهم أحدا بالرياء. لو أنك في حفل ونادوا على التبرع فرفعت يدك وقلت أنا عندي 10,000 مثلا، لا نتهمك بالرياء، ولا نقول فلان ما تتبرع بهذا إلا من أجل الجمهور ولا من أجل الناس ولا من أجل الدعاية، لأن الرياء قلبي بينك وبين الله عز وجل. ولهذا قال: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتنفقوها خير لكم. إذن الإعلان والإصرار بينك وبين الله، لكن نقول هذا من باب التحذير. حتى الصوت في القرآن، لك صوتك جميلا وأعطاك الله صوتا، وكنت تقرأ سواء في المسجد أو في مكان أو في التراويح إمام، صوت جميل، هذا من حقك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزار مير علي داود. فأن يهبك الله صوتا حسنا وتقرأ، هذا جيد. قضية الرياء من عدمه بينك وبين الله عز وجل، لكن احذر الرياء، وإلا الصوت الحسن مطلوب، بل تحسين الإنسان صوته بالقرآن مطلوب، والتغني بالقرآن مطلوب، وتحسين صوت به حتى تعرف أنه فعلا أن الرياء قلبي. ولهذا الرياء بينك وبين الله، وأنتم أيضا لا تتهموا أحدا بالرياء، إياكم أن تتهموا أحدا بالرياء. إذا كنتم في حفل ولا في مسجد وإنسان يقرأ بصوت جميل، إياكم أن أو حتى إنسان يخطب خطبة جميلة ورفع صوته وصار يعني ينادي على الناس، لا تتهمونه بنيته، لأن نيته بينه وبين الله عز وجل. المقصود أنك أنت في نفسك تكون حساس في الشرك، وإياك أن، ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أكان فيها وثن من وثن الجاهلية، بمعنى لا 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 يعني حتى وإن كان زال، لأنه يخشى أنه يعود. فأي مكان
يعني يفهم فيه أنه قد يكون ينازع فيه حق الله يجب أن يبتعد. الآن مثلاً يعني مع الأسف أن يعني في بعض بلاد المسلمين القبور، قبور الصالحين والأولياء تعظم تعظيماً عجيباً، ويصرف لها ما لا يجوز صرفه إلا لله، فهذا لا يجوز أبداً. بعضها قد يكون كفراً وشركاً، وبعضها قد يكون معصية. الذبح للقبر شرك، الذبح له، ذبح لفلان وسيدي فلان هذا شرك، أما الذبح عنده وهو لله هذا معصية. هذا هو الذي قال فيه لا، هو لا تذبح في بوانه إذا كان فيها شيء لغير الله، أو عيد من عيادهم، يعني الذبح في مولد فلان لا يجوز وإن كان لله. فهنا قال هل كان فيها عيد من عيادهم، عيد الجاهلية، والجاهلية طبعا كل العيد، ليس جاهلية العرب، حتى مثلا عيد المسيح ولا عيد الوثنيين ولا بوذيين ولا سيخ ولا كونفوشيين ولا في سواء صينيين كانوا يونان، أي الديانات والملل كانت سواء كانت سماوية وغير سماوية ما دام أنها محرفة فلا يجوز ذبح في عياده. فمن هنا فقال هل لماذا كل هذا من حفظ حق الله عز وجل في التوحيد، وأن المسلم يكون توحيده نقيا خالصا لله عز وجل، لا تشوبه أي شعيبة لا مع الأولياء ولا مع أصحاب القبور ولا مع غيرهم، وإنما يخلص لله عز وجل إخلاصا محضا، ويبتعد أن 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 يجعل لله شريكا، أو أن يعين على مثل هذا أو وسائل الشرك. ولهذا قال هنا أكان فيها وثن من وثن الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا لا. قال إذن أوف بنذرك. هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني لماذا خلصت بوانا؟ ليش؟ لأنه قال أنا يا سرى نذرت أن أذبح في بوانا. قال لماذا خلصت بوانا؟ هل فيها شيء؟ قال لا، أذبح. فيدل على أنه تخصيص المكان إذا كان رمز لغير المسلمين أو لغير الإسلام أو لغير فيبتعد عنه. أما إذا كان ليس في أي شيء فلا مانع في أي مكان. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فهذا معصية. وأقول لك قبل قليل أن من أقسام النذر نذر معصية، سواء نذر شرب خمر أو زنا أو سرقة، وكذلك نذر في عياد الجاهلية هذا معصية، فلا يوفى به. فإنه لا وفاء لنذرين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طبعا لا 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 لا, لا تقول لله علي أن أعتق عبد فلان أو تصدق من 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 على حساب فلان، لا. فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية، وكفرته كفرة يمين. فالمعصية لا 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 يجوز الإنسان أن ينذر نذر معصية، لكن يكفر كفرة يمين، وهذا هو الراجح كما قلنا في الجلسة الماضية. الجمهور يقول أنه لا لا لا, لا ليس فيه كفارة وإنما يتوب، ولك الحديث ثابتا في هذا، وهو غير رأي الحنابلة ورأي بعض الحديث وبعض الحنفية، وهو أنه إذا نذر معصية لا يوفي بالنذر وإنما يكفر كفارة يمين. وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر نذرا في معصية فكفرته كفارة يمين، كالحديث الذي قبله. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، سواء كان معصية أو غير معصية، بمعنى أنه هو المفروض إذا كان طاعة عليه يجب الوفاء به، فإذا عجز أو حصل مانع
فإنه يكفر كفارة يمين. وقيل إنه مخير بين الوفاء بالنذر أو كفارة اليمين. نعم. الباب الثالث باب النذر، باب من نذر نذرا لم يسمي ولا يطيقه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه. وزاد: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وللنسائي في رواية: نذر أن يمشي إلى بيت الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. متفق عليه. ولمسلم فيه: حافية غير مختمرة. وفي رواية: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهدي بدنه. رواه أحمد. وفي رواية أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. رواه الخمسة. وعن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها. رواه أحمد وأبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك، فلتركب ولتهدي بدنه. رواه أحمد. وفي لفظ: إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. رواه أبو داود. هذا فيما في مسألتين: في نذر من لم يسمي نذره، ومن نذر نذرا لا يطيقه. ولهذا في النسخة المحققة الجديدة هذه يبدو أنه يعني ما عدل عنه المحقق هو أولى مما سجله، لأنه يقول هو سجل أو رجح باب من نذر نذرا لم يسمي ولا يطيقه، وقال في نسخة باء: يسميه أو لا يطيقه. وهذا يقرب طبعا، بمعنى أنها مسألتان: مسألة لم يسمي ومسألة لا يطيق. فكان ينبغي أن يرجح الذي في خطة باء، لأن هذه مسألة وهذه مسألة، أما على ما اختاره هو فجعلها مسألة واحدة، وهذا لا يظهر، هذا غير ظاهر. لم يسمي ولا يطيقه. قال عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر
إذا لم يسمي كفارة يمين، بمعنى أنه قال لله علي ولم يسمي شيئا، لم لا صدقة ولا صياما، فهذا كفر كفارة يمين. ولو حدد يبدو، وبعضهم قال لأنه إذا كان صدقة فمقدار الزكاة والنصاب، وقيل يعني الدرهمين، وحدد بعضهم. وإذا كان صلاة يكون ركعتين، لأن أقل هذا ركعتان. وإذا كان صيام يكون يوم يعني، أو بأقل ما يصدق به، قد يكون يعطي فقيرة وطعام فقيرة ونحو ذلك، إذا كان صدقة. وإذا كان صيام يوم، وإذا كان صلاة يكون ركعتين، هذا أقل ما يصدق عليه ما لم يسميه، إذا كان صلاة كما قلنا إلى آخره. أو يكفر كفارة يمين ويحل نذره. وعن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفرته كفارة يمين. هذا يؤكد أن المسألة مسألتين، وأنها مسألتان وليست مسألة واحدة. ومن نذر نذرا لم يطقه، كما قال لله أن أصوم مثلا الدهر، يعني أو أن أصوم مثلا شهرا، أو أن أصوم في الصيف مثلا ولم يطقه، فإنه يكفر كفارة يمين. أو أنه مريض، أو حصل له عارض. وفي زاد ابن ماجه: ومن نذر أطاقه فليفي به. لا شك الأصل في النذر أن يوفى. من نذر، لأن الله مدح المفين، قال يوفون بنذر، قال يوفون نذورهم، وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، يدل على أن الأصل هو الوفاء بالنذر، وهذا هو الأولى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. معنى أنه أراد أن يمشي للحج، فيما يبدو أن يمشي للحج، أو حتى يمشي في الحج، نذر يتقرب، وهو كبير سن لا يستطيع، وأولاده أمسكوه من الجنبين. يهادى بمعنى أنه يتكى على أولاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، لأن الله لا يريد أن يشق علينا ولا يكلفنا ما لا نطيق. وهذه عبارة يعني تدل على كمال هذا الدين، وعلى رحمة الله بعباده، وعلى التشريع رحمة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وحديث عقبة قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي وتركب. هنا يبدو أنها قادرة، تقدر على هذا وهذا، قال: فلتمشي إذا استطعت، وتركب إذا عجزت. بين في رواية ستفة تأتي أنها كانت ضعيفة وقد نذرت أن تمشي، لأن من نذر أن يمشي وهو مستطيع يمشي للحج، وإذا عجز فإنه يركب ويكفر كفارة يمين كما قلنا. ولمسلم في حافية غير مختمرة، يعني نذرت أن تمشي وكشفت الرأس حاسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتختمر، يعني فلتلبس خمارها، لأن هذا ليس قربة، ليس القربة أن تحسر رأسك، أو أن تكشف. القربة هي في 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 الطاعة، إلا في الحج بالنسبة للرجل نعم لا يغطي رأسه، والمرأة تغطي رأسها. ففي الحج كشف الرأس قربة وطاعة، أما في غيره فلا، لا يتقرب الله بكشف الرأس إلا في الحج أو في العمرة، يعني بمعنى في حال الإحرام. وفي رواية: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشيها لتركب وتهدي بدنها. بدنها يعني جمل أو ناقة. وإن الأصل كفرة يمين على كل حال، لكن قد يكون هذا لأمر خاص أو نوع من الاستحباب. وفي رواية أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختبرة، أيضا حافية وغير مختبرة، هذا كله ليس قربة أن تمشي حافية، انتعل. والمرأة تغطي رأسها وتغطي وجهها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر وتركب. فلا تمشي حافية ولا أن تكون حاسرة. وعن كريب ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكف عن يمينها. وهكذا إذا كان عجز عن شيء أو عدل عنه فإنه يكفر كفارة يمين. وعن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، هنا ضعيفة، بينما في الأولى كانت تمشي وتركب، قال فلتمشي وتركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب وتهدي بدنه، كما مر معنا. وفي لفظ أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. وهذا هو مطابق للترجمة حينما قال: ما باب من نذر نذرا لم يسمي ولا يطيقه، هنا قال: وإنها لا تطيق ذلك، فقال فلتكفر كفارة، قال فلتهدي تركب ولتهدي هديا للبيت طبعا. وعلى كل حال الشوكاني لخص الأحكام فقال: وأما النذور المسمى إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفرة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لا يجوز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة. هذا فيما رجحه هو في المذهب عندنا أن في عنا عليه الكفارة. وإن كانت مباحة مقدورة، مباحة ليست طاعة يعني مباحة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة النادرة بالمشي. وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم، وما نذر نذرا لم يطقه. هذا خلاصة ما يستفاد من الحديث الصحيح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.